عبر اتحاد مزارعي وادي الأردن عن استيائه من قرارات وزارة العمل الأخيرة المتعلقة بالعمالة الزراعية، مؤكدا أنها غير كافية لحل أزمة العمالة الزراعية ما لم يصدر قرار باستئناف استخدام العمالة الوافدة وتخفيض رسوم تصاريحها. أكثر من 80 بيتا بلاستيكيا مزروعة بأنواع مختلفة من الخضروات يمتلكها أبو غسان، كلفة البيت الواحد منها تصل إلى نحو 1500 دينار، لكن بعضا من هذه البيوت بات في حكم التالف، والسبب هو عدم وجود عمالة زراعية ترعاها. عندي 82 بيت بلاستيك وما عنديش ولا عمل، لحسن الحظ ما عنديش ولا عمل، صار لي سنتين ما عنديش ولا عمل. عندي 7 بنات أردنيات بيشتغلن شغلة اللف، تقنيب، القاضي خيار، بده عمالة وافدة، بده عمالة شباب، بده زلام، بده ينقلوا. أنا عندي 120 بيت بلاستيك، قبل عدة سنوات كان عندي ما يقارب 30 عامل مصري. السنة هاي ما في إلا عاملين فقط، طبعا روح جزء منهم فترة الكورونا شهر 3 و4 وما قدروش يرجعوا، يعني اللي قاعد سنتين ما قدرش يرجع، والآن ما في لا استقدام ولا مش قادرين نجيب عمال. قرار وقف استقدام العمالة الوافدة الذي اتخذ قبل سنوات تسبب في اتساع رقعة المزارعين المتضررين، فالعامل الوافد في القطاع الزراعي سابقا كان يتقاضى أجرا شهريا يتراوح بين 200 إلى 250 دينارا، أما الآن ومع نقص أعداد العمال الوافدين يدفع المزارع للعامل الواحد يوميا نحو 25 دينارا. أنا قاعد كل يوم بروح على السوق الصبح بجيب لي 4-5 عمال، يعني بالترجال لما أجيبهم، وبطلب على الساعة دينارين، يعني يوميته بتطلع 22-21 دينار، وما فيش عمال عنا وبنتمرمط 100 مرمطة. وزارة العمل أصدرت مؤخرا قرارات تتعلق بالعمالة الزراعية، من بينها السماح للمزارع باستخدام عامل زراعي جديد في حال سفر عامله السابق، شريطة عدم انتقال العامل إلى عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة سنتين. القرار لم يلقى ترحيبا من المزارعين، معتبرين أن الوزارة لم تنفذ مطالبهم التي عرضت خلال اجتماعاتهم في مجلس الشراكة للقطاع الزراعي. القرار اللي صدر عن وزارة العمل يوم أمس هذا قرار قديم، صدر أيام لقائنا مع معالي الوزير بتقريبا ب 22 أو 23/12 مع مجلس الشراكة، وتفاجأت بالقرار يوم أمس. وحتى أنا أكون صريح معك، هذا القرار لم أستوعبه، لم أفهمه، هذا كتاب موجه صادر عن وزارة العمل غير واضح لأن الاتحاد ولا لمزارعينا. العودة عن قرار وقف استخدام العمالة الوافدة لا يعتبر كافيا بالنسبة للمزارعين في حال لم توافق الحكومة على تخفيض رسوم تصاريح العمال، والتي وصلت إلى 520 دينارا بعد أن كانت 120 دينارا، فالكثير من المزارعين يتحملون كلفة هذه التصاريح. رعد بن طريف، المملكة، الأغوار الوسطى. ومعنا عبر الهاتف من عمان الناطق باسم وزارة العمل محمد السيود. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا سيد محمد، ما السبب الذي دعا الوزارة إلى اتخاذ هكذا قرار بوقف استخدام العمالة الوافدة؟ صباح الخير أستاذ روز، صباح الخير لك ولجميع مشاهدي قناة المملكة وصباح المملكة. بداية يعني سيدتي، الأردن مر كباقي الدول العالم به جائحة استثنائية وظروف استثنائية بدأت في الأردن منذ آذار الماضي، منذ عام 2020. هذه الظروف لم تكن مقتصرة على الأردن وعلى المملكة، وتم اتخاذ أيضا قرارات استثنائية من الحكومة، وقد كثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة والحالية لا ترغبها الحكومة أصلا، لأن هذه القرارات فعلا أضرت بالقطاعات، لكن الجائحة ألقت بظلالها على جميع القطاعات، والجائحة أضرت بالجميع، لم تستثني أحدا من الضرر الذي طال القطاعات المختلفة ومنها وعلى رأسها القطاع الزراعي. في الأردن الحكومة بالتأكيد بجميع وزاراتها وعلى رأسها وزارة العمل لا ترغب ولا تتمنى أن تتخذ قرارا يضر بالقطاع الزراعي. اتخذت تلك القرارات في ذلك الحين نظرا للحالة الوبائية وإغلاق الأجواء وإغلاق المطارات، وتم وقف باب الاستخدام لجميع العمالة سواء الزراعية أو غيرها وحتى عاملات المنازل في ذلك الحين من أجل الحفاظ على الحالة الوبائية واستقرار الحالة الوبائية في المملكة. لكن بعد ذلك الوقت وبعد مرور وانخفاض الحالات، كما تذكرين أخت روز ويذكر السادة المشاهدين، أنه عادت وارتفعت الحالات بشكل مخيف، وتم إجراء بعض
تم تردد في اتخاذ بعض القرارات وفتح الأجواء وفتح حتى باب الاستقدام في ذلك الحين لحين استقرار الحالة الوضعية. على كل حال نعم. مع الوزير العمل ووزير الدولة وشؤون الاستثمار الدكتور معالي القطامين منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه الوزارة أعاد النظر في الكثير من القرارات بناء على الحالة الوبائية طبعا وليس بناء على أي أمر آخر، ومراعاة لظروف القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الزراعي. للأمانة يعني وزارة العمل منذ اليوم الأول لقدوم حتى الوزير الدكتور معن وحتى الوزير السابق كان هناك الهم الشاغل هو القطاع الزراعي، وتم بحث والجلوس مع القطاع الزراعي ما يزيد عن 4-5 اجتماعات في وزارة الزراعة وفي وزارة العمل وفي مقر الاتحاد العام للمزارعين تم زيارته، وتم الاجتماع بجميع المزارعين وتم الاستماع لكل مطالبهم وطلب منهم بوضع مصفوفة بأبرز المطالب والأولويات التي تتعلق بها بالقطاع الزراعي، وعلى سلم أولوياتها فتح باب الاستقدام وتخفيض رسوم العمالة الزراعية ل 320 دينار بدل 520 دينار. نعم. بدأنا بهذه الإجراءات فعليا. تم الالتقاء، كان آخر لقاء مع مجلس الشراكة في وزارة العمل، مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في وزارة العمل وبحضور اتحاد العام للمزارعين وممثلين عن الاتحادات والجمعيات الزراعية والنقابية المعنية بالقطاع، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للإجراءات المقبلة، وكان من ومعالي وزير العمل لم ينكر أنه قام بالتنسيب بتخفيض أيضا الرسوم، لكن كما تعلمين سيدتي هناك قرارات تؤخذ من الوزير مباشرة. نعم. هذه قرارات وزارة العمل وتصدر بصلاحياته، وأيضا هناك قرارات تحتاج إلى التنسيب لمجلس الوزراء والأمور المالية تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. واليوم معالي الوزير حصل على بعض أو اتخذ بعض الإجراءات التمهيدية للتسهيل وأيضا مراعاة لظروف القطاع الزراعي بداية. نعم. ولكن لسه بحاجة لموافقات طبعا. لا، اليوم هناك قرارات اتخذت سيدتي. نعم. يعني القرار الذي يحكي عنه الأخ عدنان خدام في التقرير. نعم. وكان حاضرا على هذه المناقشات في وزارة العمل وجميع القطاعات كانت حاضرة المعنية في القطاع الزراعي. أولا فتح باب الاستقدام لعامل زراعي جديد لصاحب العمل أو الحيازة الزراعية إذا تم التأكد من مغادرة العامل الذي لديه خروج بلا عودة، أو أنه تم تسفيره بالتنسيق مع صاحب العمل بعد تاريخ 1/1/2021. نعم. يعني إذا كان للعامل لصاحب العمل أو الحيازة الزراعية عامل زراعي غادر المملكة وتم التأكد من مغادرته يستطيع استقدام عامل جديد بناء على اسمه أو على بناء على الحيازة الزراعية. أيضا كان هناك سمح الوزير في هذه القرارات الأخيرة التي قبل يومين بتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية، وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية من عدد العمال غير الأردنيين. نعم. يعني هذا باب أيضا للتسهيل للتجديد. وأيضا تضمنت هذه الإجراءات السماح للعمال الزراعيين الذين ألغيت تصريحهم بعد تاريخ 12/7/2020 بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب الحيازة الزراعية معتمدة، ويسمح أيضا للعامل من الجنسية المصرية أو جنسية أخرى بالانتقال من وإلى مهنة زراعي راعي أغنام. نعم. لدى أي صاحب عمل. طيب. أيضا تم اعتماد، وهذا كان مطلب كثير من الإخوة، أن يعتبر المزرعة الخاصة من القطاع جزء من القطاع الزراعي والسماح للانتقال بينها وبين القطاع الزراعي. نعم. سيدتي حتى العمالة، هذه الإجراءات التمهيدية للتسهيل على القطاع الزراعي، حتى العمالة التي غادرت المملكة لم تغادر المملكة سواء كانت في القطاع الزراعي وغيره بمحض الإجبار، بل كانت بمحض الرغبة من هؤلاء، وكان من باب الإنسانية ومراعاة للظروف الإنسانية في ذلك الحين فتح باب العودة بلا المغادرة بلا عودة. نعم. للظروف الإنسانية للعمالة الوافدة في الأردن، يعني فتم إعفائهم من الغرامات مقابل أن يغادر بلا عودة. نعم. وأيضا مدد مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء بشير الخصاونة هذا القرار لغاية 31/5/2021. تعمل وزارة العمل على الموازنة بين حقوق العمال وظروفهم الإنسانية في ظل هذه الجائحة وبين احتياجات القطاع الزراعي، ونحن مدركين أن الظروف صعبة لدى القطاع الزراعي ومدركين جدا أنهم بحاجة إلى مزيد من الاستقدام، وحتى هذا القرار إن شاء الله يدرس الآن قريبا سيتم أيضا ويعلم الإخوان في القطاع الزراعي وكانوا حاضرين، ومعالي وزير العمل أطلعهم على هذه التفاصيل. نعم. بندا بندا، وتم مناقشتها في وزارة العمل قبل أسبوعين في اجتماع في مقر الوزارة، وتم النقاش بودية وتم الاتفاق على الكثير من النقاط، وإن شاء الله ترى النور قريبا بإذن الله. شكرا. إذا كان معنا عبر الهاتف من عمان الناطق باسم وزارة العمل محمد لزود، شكرا جزيلا لك.